السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه حلويات اسماء. الفيديو ديال اليوم غادي يكون مميز جدا جدا، لانه غادي يكون اشتراك مع صديقتي حسناء من قناه حسناء ام هبه، انسانه مالحه جدا وغزاله بزاف قلبا وقالبا. تبقنا باش نحضروا لكم حلويات بارده مثاليه لهذا الصيف. انا غادي نقدم لكم كيكه بارده بدون فر وبدون فلان، سهله بزاف التحضير، كتجي روعه وبنكهه الشوكولاته اللي كلشي تيبغيها. فمن بعد ما تشاهدوا الفيديو ديالي وديروا له لايك اذا عجبكم، زوروا قناه حسناء ام هبه وشاهدوا الفيديو ديالها اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو الفوق وفي صندوق الوصف، وايضا شجعوها واشتركوا في قناتها لانها فعلا تستحق التشجيع. ونخليكم مع حسناء باش تقدم لكم نفسها وتوريكم شنو حضرها لكم، وتلاقاو باش نبداو في الوصفه ديال اليوم. السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبالصحه الجيده دائما. اليوم غادي نديروا فيديو مشترك انا والحبيبه ولذيذه على قلبي اسماء من قناه حلويات اسماء، وتنقول لكم مرحبا بكم ومرحبا بيا عندكم. فانا غادي نقدم لكم كلاص اللي كيجي رائع ولذيذ واقتصادي بحجم عائلي كيف ما كتشوفوا في الصور. نتمنى يا ربي يعجبكم، فالا بغيتوا تشوفوه فما عليكم غير تجيو تزوروا قناتي اللي غتلقى والرابط فوق الشاشه ولا اسفل هذا الفيديو. ان شاء الله يا ربي تجيو وتشرفوني بوجودكم يا ربي، وكنقول لكم تشجعوا صديقتي وحبيبتي والعزيزه على قلبي اسماء لانسانه طيبه وبشوشه وتستحق كل التقدير والاحترام. وخليت لكم الراحه والسلام عليكم. ورجعت لكم من جديد باش نبداو في الوصفه ديال اليوم. غادي نحتاجوا لها علبه ديال كريم شونتيي، استعملوا اي ماركه بغيتوا. عندي علبه ديال البسكويت ديال الشاي، ايضا استعملوا اي ماركه عجبتكم. عندي جوج علب من دانات نكهه الشوكولاته، وعندي حليب اللي غادي نحتاج منه ربع لتر من الحليب، وغادي نزيد عليها ايضا نص كاس ديال الحليب لان ما بغيتش ديك الكريم شونتيي تجيني عقده بزاف قاسحه. غادي نحتاج جوج ساشيات ديال القهوه سريعه الذوبان، واذا كانت عندكم اللي في القرعه استعملوا جوج معالق صغار. غادي نحتاجوا من جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، وصافي هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجوا ليهم. ففي اناء كنوضعوا الحليب ديالنا كما قلت لكم ربع لتر مع نص كاس، هو تقريبا ديالها 325 مليلتر. غادي نزيد عليها ديك لا كريم شونتيي وواحد ساشي ديال القهوه سريعه الذوبان او ملعقه صغيره، وغادي نحتفظ بساشي اخر باش غادي نفزك فيه البسكويت. من بعد ما كنضيف هاد المكونات كنجيب الخلاط الكهربائي وكنبدا نطلع هاد الشونتيي مع الحليب بهذا الشكل حتى كتطلع لي وضاعف الحجم ديالها كما غادي تلاحظوا في الفيديو. فمن بعد ما تطلع ليا لا كريم شونتيي بهذا الشكل كيف ما تشوفيها راه ما كتجيش جامده بحال اللي كنزينوا بها الكيك، كنجيب ديك جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر وجوج علب ديال دانات بنكهه الشوكولاته. وكنستمر دائما بالخلاط الكهربائي، كنخلط هاد المكونات كاملين حتى يندمجوا لي. من بعد ما يندمجوا لي كتكون هاد الكريمه جاهزه. من بعد ما كنوجد الكريمه ديالي كنجيب لاسباتيولي وكنحاول انني نخلطها مزيان ونتاكد انه ما بقاوش شي بقايا ديال الكاكاو في القعر ديال الاناء. من بعد غادي نجيب الحليب اللي خلطته مع شويه ديال السكر وداك ساشي ديال القهوه سريعه الذوبان، وهذا هو اللي غادي نفزك فيه البسكوي. يمكن لكم ما تستعملوش الحليب، تستعملوا غير الماء مع القهوه، ولكن ما تسخنوش داك الماء وداك الحليب باش ما يولي لكمش البسكوي رطب بزاف. فانا عندي الحليب بارد. كنبدا نفزق البسكوي وكنستفو في الاناء اللي غادي نوضع فيه هذه الحلوه. انا استعملت اطار دائري، يمكن لكم تستعملوا اطار مربع ولا تستفو مباشره في طبق مربع. فكنبدا نستف، يعني ماشي مهم كيفاش غادي تستفوا، المهم انكم تعمروا داك القعر ديال داك الطبق.
من بعد ما تنعمر الطبق بالبسكوي، هنا كنزيد كمية مهمة من الكريم اللي حضرناه وكنسرحها مزيان من فوق داك البسكوي، وكنكرر نفس العملية. كنفزك البسكوي وتندير فوق من الكريمة، وهكذا طبقة من الكريمة طبقة من البسكوي، حتى نعمر الإطار ديالي بالطبقات. فمن بعد ما كنسالي اخر طبقه وكندير اخر طبقه ديال الكريمه، كنحاول انني نقاد الوجه مزيان، وكندخل هاد الكيكه للمجمد على الاقل 6 ساعات باش تجمد لي مزيان، وفاش نحيد الاطار ما يضيع لي الشكل ديالها. ومن بعد نتلاقاو باش نكملو ونشوفو الطريقه ديال التزيين. الوصفه ديال الكلاصاج ساهل ورخيص بزاف. عندي هنا نص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الماء، وايضا نص كاس ديال السكر، نفس المقدار من المواد كلها. هذا الكاس راه تقريبا نفس العبار ديال الكاس ديال العنبه، اكثر بشويه من كاس ديال العنبه. عندي 15 قطعه من شوكولاته عاديه، شوكولاته سكري، يمكنكم ديروا شوكولاته سوداء اذا بغيتوا نتيجه احسن. وعندي ملعقه كبيره من الكاكاو وجوج ورقات ديال الجيلاتين. ولا كندير الماء والسكر والحليب، وكندير هاد الخليط من فوق البوطه كيغلى لمده 3 دقائق. فهاد الاثناء كندير الماء وكندير فيه داك الورقه ديال الجيلاتين باش يرطابو. من بعد كنجيب داك الخليط ديالي اللي كما قلت لكم 3 دقائق يغلى من فوق البوطه، كنزيد له داك الشوكولاته سكري ولا شوكولاته سوداء على حسب الرغبه ديالكم، والكاكاو، وكنزيد دوك الورقات ديال الجيلاتين، وتنخلط الكل جيدا حتى يندمجوا لي مع بعضياتهم. من بعد غادي نصفي هذا الخليط وغادي ندخلو للثلاجه حتى يبدا يبرد ويعقد شويه، عاد غادي نستعمله من فوق الكيك. هنا من بعد ما جبد ليا الكيك كنخرجو، كنجيب هاد الكلاصاج اللي عقاد ولا ليا بحال هاد الشكل، وتنبدا نوزع طبقه خفيفه من فوق الكيكه بحال هذا الشكل. كندخلها للثلاجه، وتنرجع من بعد ما تيجمد داك ديك الطبقه تنرجع ندير طبقه اخرى. يمكن لكم تحيدوا الاطار عاد ديروا الكلاصاج، انا غادي نكتفي وغادي ندير الكلاصاج ديالي مع الاطار ديال الكيك. وكنزينوا الكيكه على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق ديالنا. صافي، وبهذا الشكل تتكون جاهزه باش نقدموها. والكيكه ديالي هي من بعد ما زينتها كتجي زوينه بزاف المذاق، وكيف ما شفتوا طريقه التحضير ما كتطلبش جهد كبير. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم كيف العاده ما تنساوش ديروا جمله فيديو، تشاركوا في القناه ديالي باش دائما توصلوا بوصفاتي. ايضا نذكركم تمشيو للقناه ديال صديقتي حسناء أمهبه وتشتركوا فيها وتشجعوها ودعموها. شكرا بزاف بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.